السلامة ومرحبا بكم. في الفيديو هذا حبينا نقدم طريقة عمل منصة تفوق. إذا منصة تفوق هي منصة تعليمية المستويات اللي فيها حاليا الابتدائي من السنة الثالثة ابتدائي إلى السادسة، وبالنسبة للإعدادي من السابعة أساسي إلى الثامنة أساسي. بالنسبة للقسم هذا محفظة التلميذ، هي فيها حصص أو مستندات مجانية، يعني أي واحد ينجم يدخل الموقع ويشوفها. دورة اللغات، إذا عندنا دورة في الفرنسية إن شاء الله الأيام القليلة القادمة، إن شاء الله نبدأ في دورة الفرنسية. إذا هذه المنصة تعتمد على الدروس المباشرة، يعني تلميذ يقابل الأستاذ مباشرة وكأنه يعني في القسم، ثم يتم تسجيل هذه الحصص المباشرة ووضعها في هذا الموقع، وهكذا لزيادة يعني استفادة التلميذ. إذا نمشي ونأخذ أمثلة، هذه الحصص مسجلة بتاريخ 24/9، هذه حصة رياضيات بالنسبة للرابعة ابتدائي. إذا لهنا أمامكم جدول أوقات الرابعة ابتدائي، جدول أسبوعي، ثم نمشي ونأخذ فكرة على الحصة. 28 مع 2 30. أحسنتي، عمل جيد، يعطيك الصحة يا سارة، أحسنتي. إذا إلياس، إذا نمشي ونشوف حصة عربية للسنة الخامسة ابتدائي. إذا لهنا نلقاو يعني دي دوكيمون، يعني نجم نكونوا تمارين أو اكزامانات أو دروس. هذه الحصة تخص قواعد اللغة السنة الخامسة ابتدائي. وهي المدارس، المدارس هي التي تحتضن، هي الفاعل، والأطفال هم الذين وقع احتضانهم وهم مفعول به. أحيانا الطفل معناها يمكن أن يشتبه عليه الأمر فيعتقد أن الكلمة التي تأتي مباشرة بعد الفعل هي فاعل، هي فاعل، ولكنها ليست بالضرورة. شوفوا الرياضيات هنا للتاسعة أساسي. المعادلة يجب أن تكتب على هذا الشكل، أ إكس يساوي ب لهنا، مش نحاول نوصلوها لهنا، مش من بعد نقول اللي إكس يساوي ب على أ، كالعادة لهنا الأ يجب أن تكون مخالفة لي صفر. إذا هذا يعني بصفة عامة طريقة عمل موقع تفوق، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لصغيراتنا الكل.